حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب عن محمد بن سيرين عن ابن ابي بكره عن ابي بكره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنه اثنا عشر شهرا منها اربعه حرم ثلاثه متواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان